احبك طاخ. احبك طاخ. ايش قدمت بصراحه الاحمد ستار؟ اضافت لي هوايه اكيد. شلون يعني اضافت لك؟ يعني اضافت لي كشهره وكشغل. حلو. هذا اللي اضافت لي. زين احمد، انت قبل احبك طاخ اكو كانت اغنيه؟ طبعا اكيد اكو بصمات. اها، شنو الاغاني اللي قبلها؟ هي اول اغنيه هي بفراقك. بفراقك واختفى. واختفى. الله. طبعا بفراقك كلمات قصي عيسى، ما شاء الله، شاعر راقي اخوي وصديقي الحاني. توزيع نورتين. زين. اخوتي اكيد واصدقائي تحياتنا لهم. وكل شيء عادي. واختفى ولك ايام. الله، شلون اغاني عجر احيابي. هواي اعمال. زين احمد، اليوم اذا سويت ديو، نعم، منو من النجوم الموجودين حاليا متصدرين بالساحه يعني كنمبر 1؟ نعم. تختارهم؟ عندك جراء تقول اسم يعني؟ هم كلهم خير وبركه. حلو. وانا سويت ويا انا سياسي. انا والفنان جلال الزين. احمد خافوا مني. سويت انا والفنان جلال الزين اوديو. تمام. وسويت انا ونور زين اوديو. حلو. تحياتنا لهم اكيد. اكيد تحياتنا لهم اكيد فنانين. وعندي انا والفنان عبد الله الهميم على العيد ان شاء الله تنزل اغنيه حصريه. حلو. بس بس لا على كورونا. لا لا. منون. ان شاء الله الله يخلصنا من هذا البلاء. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. الله يبعد هذه الغمه عن هاي الامه. اكيد هذا مرض غير يعني غير مرئي بس طبعاً. اكتسح العالم.